مضطرة يا سوزي تكلمك بالعربي. مدام مفيش خواجة قولي صباح الخير. اي ام سوري، انا اسفة. خلاص مدام حضرتك بعد غيبة 20 سنة لسه متمسك بالعربي، ليه مش عايز ترجع مصر؟ ارجع اعمل ايه يا عبد القادر؟ لكن مصر اولى، وعدنان مستعد يدفع المبلغ اللي انت عايزه. انا ما عنديش وقت اضيعه مع عدنان بيه ولا غيره في مصر، وكمان جات لي عروض كتيره هنا من شركات امريكيه عايزه تشتري اختراع. دي تالت مره عدنان بيه فخر الدين يبعت لك من مصر عاوز يشتري حق الاختراع الجديد. انتوا ضيعتوا قد ايه في الكلام على الموضوع ده؟ دقيقه ونص. طب ممكن كمان نص دقيقه؟ قولي بسرعه. تقعد لي تفكر في الموضوع ده. موضوع ايه؟ موضوع السفر لمصر. امبوسيبل. يو ار كريزي. يوه نسيتوني العربي يخرب بيوتكم. اتفضل يا معلم. يدوم. انت عارف بقى يا جماعه بتوع التموين دول ما يعجبونيش. عارف يا معلم، قفلوا لك المحل مرتين. فاكرين ان الجزار مننا راجل جيشه بينا بالخل. ربنا يكفينا شرهم. انا قلت بقى اتقي شرهم، قلت اجوز البنت لواحد منهم يبقى في بيننا وبين بعض صله لحم ودم، ويمكن بقى يحملوا بالاصول. الله فكره دسمه يا معلم. الله، هو الواد بتاعك راح فين؟ هو هيكون خد البضاعه وطفش. لا لا مستحيل، ده انا مربيه بقاله معايا 10 سنين عمري ما شفته منه خيانه. اطلع قدامي على الاسم. يا فندم مفيش داعي، قربنا على المحل. كنت بتعمل الحركات دي عشان تهرب؟ مش هتقدر. اهرب فين؟ انا هسيبك؟ ده انا هطلب تعويض ورد شرف، انا مش حرامي. اطلع قدامي. عوضك على الله يا خواجه. الواد سرق البضاعه. راجل ولا يهمك يا بيه، انا قبضت عليه. البضاعة دي بتاعتك؟ ايه اللي حصل يا جميل؟ خليه يسيب الاول. انا مش هسيبك الا في الاسم. خلاص يلا بينا. استنى شويش، انا اللي مديله الشنطه دي. كده بكده هيضيع حقك وحق القانون. صدقني شويش ده احسن موظف عندي. خلاص انت حر. سلام عليكم. تعال هنا هات رد الشرف. شرف؟ شرف ايه يا شرف؟ وده عسكري. كلمني انا، ايه اللي حصل؟ ابدا، رحت افطر في محل فول افتكروني حرامي. وده وقت افطار؟ يلا بينا على البيت. يلا. لا بيت ايه؟ افتح الله، انا اخر مره هشيل بيها بضاعه. خلاص يا جميل، جت سليمه المره دي. جت سليمه المره جايه هعمل ايه؟ روح انت هات العيله تنقي الشبكه هنا. ما اقدرش، دول عددهم كبير قوي زي النمل. ده عايزين لوري عشان يشيلوا. يلا يا جميل ما تضيعش وقت. يا خواجه انا عارف نفسي، الله شكلي مريب اهو. اي عسكري هيشوفني بالشنطه دي هيقبض عليا. انت مش عايز تتجوز؟ الله، ايه دخل جوازي بالعمليه دي؟ معاك هنا 30 حته ذهب، كل حته هياخدوها لك عليها عموله 10 جنيه. ولو اتقبض عليا او اتمسكت، الله كل حته هاخد عليها 10 سنين، 30 في 10 ب 400 سنه سجن. لا يا عم افتح الله. ايه؟ وبعدين معاك يا جدع انت؟ هاخدك في التمساح وهرجعك في الخنزيره، خايف من ايه؟ تمساح ايه وخنزير ايه؟ انت هتوديني جنينة الحيوانات؟ حيوانات ايه يا بتاع المترج؟ هاخدك في العربية المرشيدش. مرشيدش؟ اه. لا اذا كانت مرشيدش يبقى اتفضل. طيب يلا بينا. ايه رأيكم في الاسورات دي؟ تجنن. دي احلى منها. طب شوفي دي احلى من دي. والنبي ما انتوا عارفين حاجة. طب بصوا البتاع الحلوة دي. استني يا عديلة، دي اخر موضة. ولا هي اسمك ايه؟ لا الحقيقه كلكم ذوقكم جنن تهبلي، والعروسه كمان يليق عليها كل حاجه. خلاص انا هاخد دي. يا فتاحه يا علي، ادي 10 جنيه. يا بنتي اسمعي كلامي، دي احلى وتقيله. ومال؟ تاخد دي كمان. بقوا 20. بذمتي هتندمي ان ما خدتيش دي. وعلى ايه تندم؟ خدي دي كمان. بقوا 30. يعني انا اللي ذوقي طلع وحش؟ مين قال كده؟ ده انت ذوقك حلو، خدي دي كمان. بقوا 40. ايه ده؟ انا هاخد كام اسوره؟ ان شاء الله تاخد 10. الله، اللي في مقام بنت المعلم عطيه بتاع المرشيدش لازم تلبس في كل مناسبه اسوره شكل، ولا ايه يا جماعه؟ مظبوط مظبوط يا اخويا. اه شفتي ايه بقى؟ انت تبقى ايه بقى؟ خليتها يا اخويا. خليتها، ده انت باين عليك امهم كلهم. خد وانت عمتها. خد والاطفال، خد يا حبيبتي الاطفال احباب الله. لازم يلبسوا. خد يا حبيبتي امسكي حطها في صوابعك. وانت وانا عمتها. لا وانت عمتها يا اخويا. فين الشغاله؟ الشغاله فين؟ مالهاش نفس ولا ايه؟ استنى يا جدع انت. مين هيدفع تمن ده كله؟ اه العريس يدفع الشبكه والمعلم يدفع الباقي. كلموني يعني ايه يا حضرة المفتش؟ انا بنتي تخش على طقم المونيا؟
الناس تقول عليا ايه؟ مش قادر اجيب لها صالون مذهب. انا ما يهمنيش الناس، انا عايز فرش بيتي يكون عصري. عصري؟ عصري يعني ايه؟ يعني على فرانكا يابا. لا احنا ناس بلدي ونحب البلد. الحكايه يا معلم ذوق ووجهه نظر. يعني انا ما عنديش ذوق؟ لا انا قصدي ده انت زودتها قوي. اقول لك احنا ناس بلدي تقول لي قله ذوق؟ انا ما عيبتش في ذوقك يا معلم، بس انا عايز بيتي يبقى على ذوقي. يبقى تحكم يعني؟ هو انت يا ابني غاوي تتحكم فيا؟ في الدكان عامل مفتش تموين وتمشي التسعيره بتاعتك، وفي البيت عاوز تمشي الذوق بتاعك. لا بقى ده برضه المعلم عطيه، محدش يتحكم فيا ولا وصلت التموين بحالها. واحد الله يا معلم. ارجعوا كل حاجه، مفيش جواز. مستحيل، ده لازم يكون فيه جواز. هو لعب عيال؟ طب وانت دخلك ايه؟ انا اللي جبت الشبكه ونقوها، ولو رجعت يبقى فال وحش. طب اخلص انت. ايه اللي حصل بس يا معلم؟ ايه اللي حصل بس يا معلم؟ كلام مفتش التموين المحترم عايز بنتي تخش على صالون الامونيا. انا بقول صالون مذهب. ابقى انا غلطان؟ ابدا ابدا، عداك العيب. هو حد يكره المذهب؟ قول له. اقول له واقنعه كمان. طب يا انا عاوز اتفاهم، هو اللي معقدها. ايوه بصراحه انت اللي معقدها. وافق على المذهب وكل شيء يبقى تمام. تمام. انا بتاع الذهب واحب الذهب وكل شيء مذهب، وانت لازم توافق. واذا ما وافقتش لو حياه ابوك وافق ابوس ايدك وراسك كمان. يا اخي يا اخي ابعد عني، انت نازل كده ليه؟ انت ليه هنا؟ طب مفروضنا يا معلم. ايوه مفروضك، وهبيع اللحمة بأكتر من 90 كمان. طب اعملها كده وانا اقفل لك الدكان. انت قاعد بتهددني يا خلاص يا جماعه حقوق عليا. عاوز يدخل على طقم الامونيا. الامونيا دي ايه؟ انا المعلم عطيه، مهامي الامونيا. خلاص اسكت انت وهو، نسمع الشاه. قول لي يا جميل محمد احمد يا فندم. انت كنت حاضر الخناقه من اولها؟ ايوه يا فندم. شفت ايه؟ انا في رايي يا فندم الصلح خير، والعروسه تلبس الشبكه وربنا يتم. طب اتجوز بنت لا يمكن هيحصل. اسكت. صح يا شاه. شفت ايه؟ المعلم اتهجم عليا ولا لا؟ لا ابدا يا فندم، ده زقني وحتى قطع زرار الجاكيته كلها، لكن انا مسامحه. وحضره المفتش حاول يعتدي على المعلم؟ ابدا يا فندم، ده هو اللي اعتدى عليا واداني باللكاميه كانت هتطير النوم من عينيا. يعني مفيش واحد من الاثنين اعتدى على التاني؟ لا 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 ابدا ابدا يا فندم، ده هما الاثنين حبايب زي السمنه على العسل. انا اللي اتحشرت بينهم وخدت جزائي، وعلى العموم حقهم عليا. حقك عليا يا معلم. ما تتكلم مظبوط يا جدع انت. الله الجدع ده بيخرف يا فندم. انا لا يمكن اسيب حقي. سامع؟ المعلم لازم يدخل السجن. تمام كفايه يا فندم، والا هحطكم كلكم في الحبس يا فندم. اخرس انت، اتفضل بره. عليه العوض طارت العموله 300 جنيه. ايوه يا استاذ جميل. ايوه غالية. خواجة قفل بدري النهارده. عشان ايه؟ معرفش. ايه؟ في ايه يا وجيه؟ فيدي عزوز. مال؟ عشان ايه؟ اتكلمي يا بيت. اخوه مات وجع بالعربيه في الترعه. هو ناقص ما هو قبل كده. لا اله الا الله، ما قالكيش حاجه؟ هيقول ايه؟ هو كان في عجل يتكلم. طب خد الشنطه دي. شنطتي
شنطة مليانة بضاعة كنت موداها لزبون وما حصلش نصيب. لا يا اخويا انا مالي ومالي الحاجات دي، خليها معاه هو راجع بعد 3 ايام. نهار اسود، وروح بالدهية دي فين 3 ايام؟ انا مالي يا اخويا، اتصرف. انا مش ناقص وجع دماغ، كفاية اللي جرالي الصبح. خدي انت جميل، استنى ما تودينيش في داهية يا تي جميل. خبيها في الدولاب ولا صرفوا فيها. يا تي جميل استنى. استنى يا تي جميل، حلك يا اخوي، امسك يا جويش. خبيتك يا فضايح. ايه في ايه؟ ولا حاجة. ولا حاجة ازاي؟ هو خطف منك الشنطة؟ لا دي بتاعته. لا دي بتاعتها. ايه اللي بتاعتها وبتاعتك؟ خلاص تبقى بتاعتي عن اذن. استنى، الشنطه دي فيها ايه؟ انا عارف ان انا هروح في ده بضاعه ب 200,000 جنيه. تبقى سارقها. سارقها يا شيخ الامين، خد شوف البطاقه. امتى بقى اكسب البريمو؟ اتجوز اختك سعاد فيها حاجه دي؟ مدام ايدي فاضيه الكلام مفيش منه فايده. هو انت شويه ده، انت مهيدك تفتح بتين. بتين المرحوم جوزي مش كان مجوزني على ضره؟ اه ما هو كان بيغديك بعلقه ويعشيك بعلقه. ذكي يا جميل، فكرتني باللذي مضى يا شيخ. وبعدين بقى في وجع الدماغ ده. عليكم اللعنة وعلى ذريكم وأسلافكم كمان. كويس كويس، إياك أسمع صوتكم تاني. إحنا ساكنين فين؟ في خرابة؟ حاجة تجنن. أوي في ريكو السودة دي. خليك انت يا اخويا، انا هسكتهم. اتصرفي معاهم. هش يا قطة هش. داوود داوود مياو مياو مياو. ازيك يا قطة؟ ابعد لخربشة. انت لسه هتخربشيني؟ ما اتخربشت واللي كان كان. ايه ندمان؟ لا ابدا، بس عاوزك تداوي الخربيش بتاعتك. ما انت شايف اخويا مزنق عليا ازاي. خلاص هجيلك الشغل. لا ممنوع، يرفدوني. يا سعاد واقفه بتعملي ايه عندك؟ يا القطط مش مشيت؟
لا لسه فاضي القطه. اضربيه افتحي دماغه. هش انا زهقت من لعبه القطه دي بقى، عايزه بقى بني ادم. وانا اعمل لك ايه؟ مجرمة قليل الأدب. والله ما حد مجرم وقليل الأدب غيرك، إيه رأيك بقى؟ أنت بتكلمني أنا يا فندم؟ هو في حد غيرك يا أفندي بيتسكع في شوارع المدينة وبعدين يجي يشمشم على بيوت الناس غيرك؟ أنا طالع البلكونة بشم الهوا. أنت طالع تلوث الهوا. ولا خش شقتك، بنت خش جوه. خش خش. لا 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 خش جوه. ولا مش هدخل. أنت هتسمع الكلام ولا لأ؟ أنت هتهددني؟ أنت فاكرني تلميذ عندك الفصل؟ وانت الطول يا جاهل تبقى تلميذ عندي؟ انا مخي يفهم قد عشرة زيك. انت يا بياع الصفيح. انا بياع دهب. وانا هسيحك، مش هيبان لك لا شكل ولا اثر. وانا همسحك من على سبورت الدنيا كده. طب لو كنت راجل اطلع لي بره. وانت اذا كنت راجل حصلني. سرحان انا ابعد عني، انا مش عايز اخسرك، انا ببص لقدام. اللي بتفكر فيه ده بعينك مش هيحصل طول ما انا عايش. هيحصل يا استاذ سرحان غصب عنك. انا لغايه دلوقتي ساكت لك وماسك اعصابي. خش يا عميد الادب. طب استنى لما يجي سيد يوري لك شغلك. ايوه لما يجي من الليمان. عايزين تناسبوني انا يا حراميه يا لصوص يا حوش؟ احنا يا عرض الافنديه. يا ندمان يا عدمان يا صدمان يا حيطه من غير عمدان يا عجل من المذبح هربان. قرب يا سيد شوف الراجل الناقص ده بيقول عليه ايه. يا سيد خليك انت بعيد كده. مالك يا جماعه؟ في ايه انتوا جيران؟ حصل ايه يستاهل الخناق؟ يا اخ سيد تصور الجربوع ده عايز يناسبني. وما يناسبكش ليه؟ هي ساعات هتلاقي احسن منه. يا جماعه ما ده وصلت للنسب يبقى هدوا اعصابكم. كل شيء بالخناق الا جواز بالاتفاق. صح يا ابو سيد. خدك نيله ده بيقول عليك حرامي. يا ست من عاش يا مو بيدلعني. انا مسامحه. حقك عليا يا سرحان بيه. ودي راسك يا مصر. وانا ابوس الجزمه. خلاص خلاص اياك اشوف واكلم اختي تاني. وانت خشي جوه يلا. حاضر حاضر. نفسي شوي زي الفراخ دي، لكن معلش ابو السيد نجاه مني. وانا سبته؟ شوف علقت منه ايه. انا ايه ده؟ انت ليه تعمل كده؟ هات نار. انت مش كنت عايز تنتقم منه؟ انتقم منه اضربه مش اسرقه. انا لازم ارجعها له. ترجع ايه؟ انت عايز تفضحنا؟ كيمو كيمو زميل البرج عنبر خمسه في السجن كان بيورد لي. خد ده جعان قوي على فكره. خد انا كل ده. ولا زميل البرج؟ تشرفت. عزمته يومين عندنا هنا، قضي يومين في البيت. يومين؟ طب هو هينام فين بسلامته؟ الله في اوضتك جنبك على الكنبه انتوا الاثنين. طب وليه يا عم سيد؟ ليه الزنقه دي؟ الله ده لسه خارج من السجن يروح يشوف اهله. ملوش حول يا اخي. كلام ايه ده يا جميل؟ زميل سيد وعزمه هنطرده يعني؟ كل كل ده الفراخ طعمه قوي. كل كل ايه ده؟ لا ما انا ماليش نفس اللي بالهنا والشفا. ما هو يعرف حاجة. أهلا سعاد. إيه الحكاية؟ جايبني هنا ليه؟ أولا بقول لك إيه، خدي الساعة بتاعت أخوك يا علقها الواد سيد. ابن الايه؟ الحمد لله اللي جت على الساعه. ده كان ممكن يعلق البلوى دي واروح انا في حديد. ليه؟ فيها ايه؟ فيها ايه؟ فيها بلاوي متلتله. بلاوي؟ يا نهار ابيض ايه ده؟ كنت واخدها لواحد زبون ينقي منها شبكه.
الله، رجعت لقيتها الدكان مقفول والخواجه مسافر. دي حلوه قوي قوي، دي تنفع شبكه لوحديها دي. ودي كمان تجنن. طب هاتي بقى. ايه بكره اجيب لك احسن منها. مش باين الهان بتشرب ايه؟ انت بتنح ليه كده؟ اجري هتلاقي حاجه ساعه. اجري. انت مالك عصب كده ليه يا جميل؟ السلبيعه دي كنت هاخد منها عموله كويسه تحل ازمتنا، لكن بقى اعمل ايه؟ نصيب. ايوه يا جميل، الجواز مش بالسهل ابدا، لسه عاوز عفش وشقه وحاجات كتيره قوي. الموضوع ده ممكن تحقق كل احلامنا. ايه جميل، اوعى تكون بتفكر في اي واحد في مكاني. لازم يفكر في كده. ايه لا خلاص بلاش، اوعدك انا اطمن، انا مش متعود على ان انا اكل من حرام. ايوه كده يا جميل، ابعد عنه، اوعى الشيطان يوزك، وان شاء الله ربنا هيرزقك بالحلال. يا رب يا سعاد يا رب. انا مش طالب حاجه كبيره، دي شقه صغيره، ان شاء الله اوضه نوم ومطبخ وحمام وصالون عشان الضيوف. لا انا مش عايز ضيوف، انا مش عايز ضيوف، مش عايز حد يزعجنا، مش عايز حد يزعجنا. يا سلام. بس الكرسون بيبص لنا. لا ما يبص، احنا بنسرق. لا هو طول عمره بيبص، هو اللي مضرور. هاتي ايدك التاني تعال. انا متاكد ان دول حراميه وجايين يقسموا هنا. ومستني ايه؟ روح عند امين شرطه. اهو حاضر. جميل كفايه يا جميل. جميل يخرب بيت جميل، خليكي معايا على الخط. بقول لك ايه؟ ايه رايك لو تنزل عندنا ليلتين في اللوكاندا؟ ايه ده سعاد؟ انت انفعلت بجد؟ انفعلت ده ايه؟ انا عايز اخلصك من الورطه اللي انت فيها دي يا استاذ. طب ايه دخل الشنطه في اللي احنا فيه دلوقتي؟ ما انت لو نزلت في اللوكاندا من حقك تاخد خزنه في الامانات وتحط فيها الشنطه بتاعتك وتنام مرتاح. طب ما تاخديها انت وتحطها في الخزنه. لا الخزنه دي للنزلاء فقط. يعني انا هبقى من النزلاء؟ بس الاوضه في الاوتيل ده بالشيء الفلاني. يا سيدي تتدبر، وكمان ممكن اجيب لك تخفيض، ولما يجي الخواجه عزوز خد منه الفلوس. تفتكر كده؟ او ما احجز لك اوضه. طيب الحمد لله. الشنطه دي فيها ايه؟ بتسال ليه؟ تسمح تجاوب على السؤال؟ ما انا ما اقدرش. عشان ايه؟ عشان ما اعرفش حضرتك مين. انت مش شايف؟ شايف، بس انت ممكن تكون حرامي وعامل امين شرطه، يا ما سمعت عن حركات كتير زي دي. تسمح تيجي معايا الاسم؟ تاني ادي اليوم اللي مش فايت. فريده صباح الخير، انا سعاد قاسم، اهلا بيكي، اديني الحجز وحياتي. مين؟ أنا سعاد. أهلا وسهلا، أي خدمة؟ أوضة؟ لا صعبة أوي دلوقتي. طب ابعتهولي أنا هتصرف. حجز باسم مين؟ جميل، محمد، أحمد. طب ما يتأخرش، أنا ماشي بعد نص ساعة. هبعته حالا، أنا متشكرة أوي. اديك شفت البطاقة وعرفت شخصيتي. جواهرجي، عايز ايه تاني بقى؟ ايه في ايه؟ حضرته فاكرني حرامي. ينيلك. ايه؟ بذمتك يا شيخ، ده شكل حرامي. انت مين؟ اظن بقى هتقول عليا حرامية انا كمان. معاكي بطاقة شخصية؟ لا هتبقى معايا هنا. بقول لك ايه؟ انا حجزت لك أوضة في اللوكاندا، يلا يلا روح بسرعة. يا أنسة. نعم. اسم الله عليك، ما كنتش فاكر نفسك أمين شرطة؟ طب اتفضلي معايا على الاسم. اسم؟ اسم الله عليك يا اخوي، عشان ايه؟ عشان اعملك محضر تعدي بألفاظ جارحه على موظف عام. يا اختي. حلو قوي هذا الامين. اتفضلوا معايا. لو سمحت، في روم سويت محجوزه عندكم باسم البروفيسور جميل محمد احمد. لحظة واحدة. آسف مفيش حجز بالاسم ده عندنا. امبوسيبل، الأجانس بتاعت السياحة في نيويورك.
باعت الحجز بالتلكس. البروفيسور جميل عالم امريكي بس من اصل مصري وجاي يعمل بيزنس هنا. اهلا وسهلا. لازم الحجز في الهوليدي بيراميدز. خلاص اتفضل انت يا ممدوح. الو؟ ايوه يا فندم. لحظه واحده. ايوه موجود. حجز باسم جميل محمد احمد. سويت رقم 593. ايوه اتفضل. الحجز موجود في الوليدي بيراميدز. متشكرين. ما تتفضلوا اشربوا حاجه لغايه ما تيجي عربيه الاوتيل توصلكم. اوكي. اتفضلي. شكرا. اتفضل انت كمان. ومش عايز اشوف وشك مره تانيه هنا، فاهم؟ يا فندم هو كيفي؟ ما هو الرجاله بتوع حضرتك عاملين مفتحين قوي. انتوا كمان غلطانين. مالكمش حق تتطاولوا على امين شرطه، ده رجل امن وبيأدي واجبه. ما هو الواجب برضه يا فندم يدور على الحراميه الحقيقيين، الحراميه الكبار اللي بتكتب عنهم الجرايد بتوع الرشاوى والعملات واللازم منه. انت مالك انت؟ يلا بينا اتاخرنا. استني بس يا سعاد، انا لازم اقول الحق. حق ايه يا اخي؟ ايوه الحق صديقي وانت صديقي، وان اختلفنا فالحق اولى ان يتبع والشرطه. خلاص يا سيد اتفضل. شايف بيبص لي ازاي يا فندم؟ قلت لك خلاص يا سيد اتفضل، والا هحطك في الحجز. يا ريت يا ريت، على الاقل ابقى مطمن هنا على البلوه دي. خلاص يا جميل بقى، انا حجزت لك اوضه. يلا يا اخي حجزت لك اوضه في اللوكاندا هناك، بقى انت على هناك وانا هاجي في ورديه الساعه 4. يلا. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. في عندكم اوضه محجوزه لي؟ باسم مين يا فندم؟ جميل محمد احمد. ايوه لسه مكلمني، السويت 593. ايوه هو في السويت. اتفضل يا بروفيسور. بروفيسور؟ متشكر يا بروفيكس. من فضلك، في حجز عندكم باسم جميل محمد احمد. ايوه يا فندم وصل. مين هو اللي وصل؟ البروفيسور جميل اهو عند الاسانسير. انت متاكد؟ ايوه حتى نسي يملى الكارت. بس يا فندم هو ثانك يو. البروفيسور جميل محمد احمد. مش معقول، ده ايه الصدف السعيده دي؟ حقيقي يخلق من الاسامي 40. بقى انت جميل؟ ايوه جميل، وانت نصاب ومزور. لم لسانك يا حضره، انا اسمي جميل من سنه 50، وروح اسال الدايه. وادي البطاقه الشخصيه اهي. ولما انت بتشتغل الجواهرجي انت حد شخصيتي ليه وادعيت انك البروفيسور جميل محمد احمد؟ انا البروفيسور جميل محمد احمد. انا ما انتحلتش حاجه وما اعرفش حاجه عن حكايه البروفيسور دي. انا متعود يندهولي يا استاذ يا حضره يا جيمي. يبقى اكيد حصل سوء تفاهم وافتكروا حضرته البروفيسور. الحمد لله اديك فهمتيه.
فهمها الاخ عشان ده باين عليه مخه على زيرو. استنى عندك. في ايه تاني؟ ما انا سايب لك الاوضه واشوف لوكاندا تاني على قد فلوسي. انت كنت ناوي تنزل هنا كام يوم؟ يومين. طب لحظه واحده. عليك انسان طيب وابن حلال، عشان كده البروفيسور هيتنازل لك عن السويت بتاعه. قلت ايه؟ لا لا يفتح الله، متشكرين. انا ما اقدرش على ثمنه. تعالى هنا، البروفيسور هيدفع لك ثمن الاقامه والاكل والشرب وكل حاجه، وهتنازل لك عن شخصيتي كمان. هتفضل معروف في اللوكاندا باسم البروفيسور جميل محمد احمد. وعشان ايه ده كله؟ بعدين بعدين هقول لك. غريبه. ولا غريبه ولا حاجه. هيدفع لك كمان 1000 جنيه. قلت ايه؟ 1000 جنيه مرة واحدة؟ ليه؟ موافق ولا لا؟ طب ما تخلوهم 2000. اوكي. تزعل لو خليتهم 3؟ لا بقى، ده انت طماع قوي. خلاص، اخر كلام 4000. اوكي، ومش هدفع ولا مليم زيادة. يا حرامية يا نور، أكيد أنتوا بتدبروا حاجة. احفظ مركزك واعرف بتكلم مين. لا لا لا، بلاش بلاش مسدسات. خد، مد إيدك، شوف الألبوم ده فيه إيه. ده مين؟ ده حضرتك. طيب. ومين ده؟ حضرتك. مش بتعرف تقرا انجليزي؟ لا بكتبه بس. انت هتهزر؟ اقرا مكتوب ايه؟ بص، هنا مكتوب انه العالم مصري نبغ في دراسه الطاقه الشمسيه. وهنا بقى البروفيسور لما كان انا اسف جدا يا استاذ، اصل حكايه ان انا اكون بروفيسور غريبه شويه، ثم انا مش فاهم انت ليه عايز نعمل كده. قول انك مش فاهم، مش تقول ان انا نصاب. خلاص بقى يا استاذ المسامح كريم. أصل البروفيسور جميل جاي هنا عشان يقدم اختراعه للمستثمرين المصريين، وعايز يخلص مهمته دي بعيد عن دوشة الدماغ وتضييع الوقت. أنا كنت غايب 20 سنة بعيد عن مصر، وأنت بقى عارف طبع المصريين، أول ما يلاقوا اسمي منشور في الجرايد أصحابي وقرايب راح يتلموا، وأنا مش فاضي الحاجات دي. لكن لو أنت قمت بتمثيل دور البروفيسور وجم أهله وأصحابه هيشوفوك، هيعرفوا إنك شخص تاني لكن بتحمل نفس الاسم، وبالطريقة دي نقدر نطفشهم ويشوف هو شغله مرتاح. فهمت يا جميل؟ فهمت. يعني موافق تنزل على حسابنا وتقوم بدور البروفيسور وتقبض 4000 جنيه؟ ما تخليهم خليهم 5 لحسن انا عقبال عندك هتجوز ومحتاج. الفلوس مش مشكلة، هدفع لك 6. خلصني 6؟ ده البت سعادة هتزقطط قوي. بس انا مش فاهم حكايه الطاقه الشمسيه دي، افرض حد سالني عنها اقول له ايه؟ الحكايه ببساطه، انت لما بتقعد في الشمس جسمك بيسخن، بتحس بحراره. ايوه، وباخد ضربه شمس. احنا بقى بنخزن الحراره دي. ايه ده؟ بتحبوها في ازايز؟ ازايز ايه؟ انت ما عندكش فكره خالص. على مهلك عليا يا بروفيسور، انا حمار. شوف يا جميل، البروفيسور جميل اخترع جهاز مخصوص عشان يجمع الحراره دي من الجو وبعدين يستغلها. يعني الواحد بالشكل ده ممكن يشيل شوية شمس يتدفى فيهم في ليلة باردة؟ ايوه، حاجة زي كده. وممكن يسخن بيها مية ويشغل مكنة بدل الكهرباء، وممكن يمشي بيها عربية بدل بنزين، وممكن برضو يشغل بوتاجاز بدل الأنبوبة. فهمت؟ الله الله، فكرة جنان. ابدا، دي فكرة بسيطة استغلها الإنسان من زمان. ما سمعتش عن العيش الشمسي اللي بيسووه في الصعيد على أشعة الشمس؟ والعدسة اللي بيولعوا بيها النار؟ ايوه ايوه، انا فهمت. خلاص، ولعوا النار بيها. بس انا برضه خايف. خايف؟ خايف من ايه؟ ايوه بس ما تخافش يا جيمي، احنا معاك، واي مشكلة هتحصل احنا هنحلها. طيب انا هوافق بس عشان خاطر البلوة دي. ايه دي؟ دي شنطة مجوهرات، فيها مجوهرات ب 200,000 جنيه. كنت واخدها لزبون وبعدين ما حصلش نصيب. رجعت المحل لقيته مقفول، وصاحبه مش هيرجع قبل 3 ايام.
طب وايه المشكله؟ انزل سلمها تحت في خزنه القلب. ما انا كنت نازل هنا عشان كده. خلاص انزل بسرعه سلمها، واعمل حسابك انت قدام موظفين القلب البروفيسور جميل محمد توفيق. ايوه وانت جميل الجواهري. لا لا لا، انت جميل بروفيسور جميل، وانا عبد القادر المساعد بتاعك، ودي سوزي السكرتير. ايه ده؟ ايه الهنا اللي انا فيه ده؟ لا هو انت لسه شفت حاجه؟ اتفضل. لا ما يصحش، انت الاول. وبعدين بقى اعرف انت البروفيسور. يلا بروفيسور يلا. استنى عندك. ايوه ده شكلك كده مش عاجبني. انت هترجع في الاتفاق تاني ولا ايه؟ لا لازم نشتري لك شويه هدوم، شويه فانيلات، على شويه شرابات، على شويه بدل. اتفضل يا بروفيسور، احنا تحت امركم. انا نازل هنا عشان الشنطه دي، اوعى تروح منكم، دي فيها مجوهرات. طبعا مجوهرات، براءه الاختراع بتاعت البروفيسور تساوي ملايين. اطمن، دي مسؤوليتنا. والله في خدمه تانيه كمان، انا عايز اوضتين للمساعد بتاعي الاستاذ عبد القادر اسماعيل وجدي، وكمان اوضه للسكرتيره الانسه سوزي. تحت امرك. متشكرين، خلي بالكم من الشنطه، اوعى تروح منكم لاحسن اتباع. اتفضل الاول انت. انا الاول يعني. مين؟ انا عبد القادر. ايه الاخبار يا عبد القادر؟ دلوقتي نقدر نمشي بالصفقه واحنا مطمنين. انا مش فاهمه انت غيرت الخطه ليه؟ ما هو شكلك بالماسك بياكد انك البروفيسور جميل. يا اخي كان ممكن تشوف عدنان بيه وتخلص الصفقه معاه. لا كده احسن، لو العمليه كشفت هنبقى في امان، والغبي جميل هو اللي هيتقفش. بقول ايه، انت متاكد ان عدنان بيه ما شافش البروفيسور جميل؟ طبعا متأكد، كل اللي كان بينهم مراسلات، وكل اللي يهم عدنان رسومات التطبيقية بتاعت الأجهزة، نسلمها له ونقبض. والرسومات كلها معاك؟ طبعا، 10 سنين بشتغل مساعد للبروفيسور، أبيض الأبحاث وأصرف في المعمل. أيوة صحيح، أنا ما كملتش كلية العلوم، لكن بفهم أحسن منه، حظ. حتى أمريكا بلد شهادات. ما تسيبك من الغرور بتاعك ده، المهم هتعمل ايه بالفلوس؟ هنغنيك، هنقضي شهر العسل في باريس، هنلف العالم كله. بس انا قلبي مش مطمن للجدع اللي اسمه جميل ده، مش جايز يطلع بوليس. تضحك على ايه؟ على عبطك طبعا. يا سلام، انا مش عبيط. انا اللي عبيط عشان بحب واحدة زيك. صحيح بتحبني يا عبدو؟ طبعا بحبك. وبعدين هننسى الشغل ولا ايه؟ الو، من فضلك اديني شركة الاستثمارات الهندسية. شركة الاستثمارات الهندسية. ايوه موجود. مين عايزه يا فندم؟ لحظة واحدة. عدنان بيه، البروفيسور جميل محمد احمد على التليفون. اهلا اهلا يا بروفيسور، يا ترى وصلت امتى؟ الحمد لله بالسلامه. انا عبد القادر مساعد البروفيسور، هوليدي ان بيراميدز، جناح 593. طبعا المستندات والرسوم كلها معاه، بس لازم البروفيسور يرجع امريكا بعد يومين. في انتظارك. الغي جميع مواعيد، حضري ملف الطاقة الشمسية، لازم نخلص الصفقة مع البروفيسور قبل ما حد من بتوع القطاع العام يتصل بيه. اسمعي، ابعتي ثابت ورد على جناح البروفيسور في الهوليداي ان في الرقم ده. حالا يا فندم.
مرحبا بيه فخر الدين. نعم يا اختي. شرفت مصر يا بروفيسور جميل. شرف مقداري. يلا يا اختي ورينا عرض كتافك. انا لا عايز قرايب ولا اصحاب ولا اكل ملوخيه ولا اتعزم على سهر. ايه الحكايه يا جميل بيه؟ الحكايه واضحه. بطل امور الشحات. يلا يلا عايزين نشوف شغلنا. يلا. انا سكرتيره عدنان بيه. لما تكوني سكرتيره الامم المتحده انا مش فاضيه. يلا يلا. ايه الحكايه يا بروفيسور؟ دي بتقول لك سكرتيره عدنان بيه. دي اللي هتخلص الصفقه. عدنان بيه؟ ايوه حضرتك نسيت. مؤاخذه عدنان بيه. مؤاخذه. لا مؤاخذه يا فندم. البروفيسور مش واخد باله. شأن كل العلماء الكبار بيسرح. اتفضل يا فندم قول لعدنان بيه. اتفضل اتفضل. ايه اللي انت بتهبله ده؟ بنفس الاتفاق. انت مش قلت لي اطرد الناس؟ ناس مين يا غبي؟ انا لغيت الاتفاق. لم حاجتك. يلا امشي. استنى بس يا بروفيسور. جميل ما كانش فاهم الموقف وعمره هيفهم من غير ما تقل ادبك. انا ماشي. استنى استنى. انت مش هتروح فين؟ انا هوديك في داهيه. هبلغ البوليس. هتهمك من تحت شخصيتي. اقعد اقعد. الو وحياتك يا علي. عاوز اعرف جميل محمد احمد نازل في اوضه كام؟ في جناح 593. جناح؟ انت متاكد؟ طب متشكره قوي. جناح؟ يخرب بيتك يا جميل. اكيد اتجنن. خلاص بقى يا جيم. البروفيسور هيعتذر. انا اسف يا سيدي. حقك عليا. لا 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 انا اتهزقت. واذا اعتذرت لك انا هتكسفني برضو؟ رايح فين؟ مين دي؟ دي خطيبتي. استنى اوعى تقول لها حاجه. بروفيسور جميل. اتفضل يا عدنان بيه. انا عبد القادر المساعد بتاع البروفيسور. اتفضلوا. ابعد عني يا هشاشه منافق. ابعد. استنى بس هفهمك انا. سعاد اسمعي بس. انت جاي هنا تعمل ايه؟ انا هوديك في 60 داهيه. جاي تعمل لي غراميات يا استاذ؟ غراميات ايه؟ ده سوزي سكرتيره البروفيسور. سكرتيره البروفيسور. سكرتيره البروفيسور. سكرتيره البروفيسور. أمال البروفيسور فين؟ زمانه جاي. اتفضل سيادتك. هقدم لحضرتك أوراق الاختراع لحد ما يوصل. أنت اتجننت؟ أنت تعمل بروفيسور؟ دي خلة بروفيسور دي؟ هقبض 6000 جنيه. لما تكون هتقبض مليون، لو اتكشفت هتروح في حديد. أنا مستعد أروح جهنم، بس نتجوز. قد كده بتحبني يا جميل؟ اديني ايدك. ايدك التانية. يا روح قلبي خليكي جنبي. ما تخوفينيش. ده رزق وجنة من السما. جميل. يخرب بيت جميل. خليكي معايا على الخط. طب روح خلص الصفقة واقبض. خلي بالك. ده جهاز بيتحط فوق سطح المنازل لتجميع الاشعه وتسخين المياه. وده جهاز مكون من عده وحدات لتوليد الكهرباء اللازمه لعماره من 8 ادوار. برضو المكتب الفني في الشركه درس الاختراع وامكانيه التنفيذ. يعني مفيش داعي نتكلم في التفاصيل. هو فين البروفيسور عشان نتكلم في العقد؟ اهو وصل. اهلا بروفيسور. الحمد لله بالسلامة. حضرتك مين؟ حضرته عدنان بيه فخر الدين. أنا شرحت له كل حاجة عن الاختراع. ومال؟ ما أنت فاهم أكتر مني. والبروفيسور مقدر كام لحق استغلال الاختراع في مصر؟ ها؟ هو ال ال هو ال البروفيسور جاله عرض من أمريكا بمليون دولار. وإحنا برضه زي أمريكا؟ لا طبعًا. أنتوا أهل.
ولازم يكون لكم خاطر تاني، ولا ايه يا عبد القادر؟ طبعا طبعا يا بروفيسور طبعا. يبقى على خيرة الله، كفاية ألف. هم عرضوا عليا كام في أمريكا يا عبد القادر؟ مليون دولار يا بروفيسور، مليون دولار. مليون؟ ده في كذا صفر، لا نشيل صفر، كويس؟ آه، كده معقول. 100 ألف كويس. مستحيل يا فندم. مستحيل ليه؟ البروفيسور عارف الاختراع ومقدر الظروف. البروفيسور ما يعرفش حاجة خالص، قصدي حضرات العلماء يعني ما بينتبهوش المسائل المادية ديت، وبعدين أنا اللي كنت متولي تكاليف الاختراع. على كل حال تقدروا تراجعوا المسألة مع بعض. طبعا المسائل محتاجة مراجعة كبيرة، كبيرة قوي. أنا منتظركم في الهول. قدامكم نص ساعة عشان تتخذوا فيها قرار. وأقدر أقول مقدما إن أنا موافق على كلام البروفيسور. 100 ألف جنيه. اتفضل يا فندم، المساعد بتاعك شاطر قوي، اوعى يأثر عليك. اتفضلي يا فندم. 100 ألف يا بني ادم، 100؟ ايه انت اتهبلت اكيد؟ لا من سنك انت وايه؟ احسن والله. كمان بتبجح، ده انا هخرب بيتك، هوديك السجن، ده تستاهل الشنق والسجن. خف ايدك شويه، اصل ايدك ناعمه وانا جدتي مش خالصه يعني. بره، اخرج بره، بره، بره. استنى عنك. يستنى يعمل ايه؟ ده هيضيعنا. بره. اقعد. قلت لك بره. اقعد. اقعد. رقبتنا بقت في ايده، مش هنقدر نكمل الصفقه من غيره. عدنان فاهم ان هو البروفيسور. مصيبه. انت ازاي قبلت يقوم بدورك؟ دي خلقه البروفيسور دي. عندك حق. انت غلطان. دي خلقه بروفيسور. امشي اطلع بره انا. تعالى هنا. اه. ما تتفقوا امشي ولا اقعد؟ ما هو احنا لازم نشوف حل. اقعد. طب اديني سجاره عشان افكر معاكم، عشان ده مكافأة حلوة وانا على وش جواز. اسمع، اطلب عدنان في التليفون دلوقتي وقول له ان احنا عايزين نص مليون جنيه، ده اخر كلام. طب واذا اقنعته تدفع كام؟ احنا مش متفقين على 6000 جنيه؟ طب خليهم 7 عشان طول لسانك ده. يو ار كريزي فولش ستروبت. بتبرطموا؟ طيب 8000. خلاص خلاص 7. 7 ايه؟ لا خليهم 7. 7. استنى، هتعمل ايه؟ هطلب عدنان بايه؟ دلوقتي اتقل اتقل يا مغفل. تعالى بصول الشغل بقى. اضرب اضرب وانا اخليهم 9. الظاهر انهم اتفقوا، طالبينك على التليفون. هلو بروفيسور. شوف يا عدنان بيه، الظاهر مالكش نصيب في البيعه دي. الصفقه يا مغفر. الصفقه يا مغفر. انا مغفر سوري سوري. شركات كتير قدمت لنا عروض كتير لشراء الاختراع، زي شركه ايديا، شركه النصر لصناعه السيارات، وشركه النصر لصناعه السيارات. ايوه العربيات هتمشي بالشمس بدل البنزين. ليه لا؟ اذا كانت بتمشي بالذات وشركه بدر. ليه لا؟ الله يعملوا للجيزه النعل متشمس عشان الناس اللي بتمشي على التلج. ايوه عدنان بيه، انا عبد القادر المساعد بتاع البروفيسور. فعلا عروض كتير اتقدمت لنا، واخر عرض وصل لنا بنص مليون جنيه. فكر واحنا منتظرين ردك. ايه الباتا دي؟ طالبين نص مليون. طب سيبني حضرتك اتفاهم معاهم. يا ريت. هدفع لك عموله 5% على كل مبلغ تنزلي. اوكي. انا زعلانه منك يا برو. ليه كفر الله الشر؟ بلغني انك هتدي الاختراع لشركه ثانيه. ما انا بنفذ الاوامر. اوامر مين؟ قصدي اوامر السوق، اللي يدفع المطلوب ياخد الاختراع. بس احنا لينا الاولويه. ايوه على العين والراس، ادفع نص مليون وشيل البضاعه. يعني مش ناوي تتنازل شويه عشاننا؟ مستحيل، ده انا اروح في داهيه. ده انا اللي هروح في داهيه. اي لا مالك يا بدنطير. قلبي قلبي. لا سلامة قلبي. قلبي. اقعد
انا ما كانش لازم انفعل ابدا. وانت انت انفعلت ليه؟ انا كده لما ازعل قلبي يوجعني. اي هموت. هموت. طب وانت انت ايه اللي مزعلك يعني؟ الاختراع. الاختراع هيروح مننا، مش عايز نزعل. اي هموت. هموت. طز في الاختراع. خدي ان شاء الله ببلاش، قلبك اهم. لا هندفع لك 300,000. لا مش ممكن. طب 400,000. لا اي اي هموت. هموت. موتي. طب قلبي. طز طز في الفلوس. خدي خدي صحتك بالدنيا. يعني تهمك صحتي؟ طبعا طبعا. يعني موافق؟ موافق موافق موافق. ميرسي ميرسي يا بروف. خطبتك يا كذاب يا غشاش، كل شويه اشوفك مع واحده شك. عامل لي دون جوان يا دون. ايه ده انت مين؟ انا اللي هفضح وهطلع البلد الازرق على جنبيته. مش معقول انت سكت لها ازاي يا بروفيسور؟ هي ما ادالي فرصه اتكلم. اوعى انت كمان مسكتي. اوعى اوعى. انا بس هفهمك الحكايه، ده بيزن الشغل. بيزن ايه؟ هو انت كل واحده تخش عندك تاخدها في حضنك وتقول لي ده شغل؟ شغل ايه وهباب ايه؟ استنى بس. شغل ايه بس؟ هاتي ايدك. هاتي ايدك. عينك. انت متاكده انها موظفه في الاوتيل؟ ايوه لابسه اليونيفورم بتاعكم. زي ما بقول لك كده، كان عندها القلب ولازم انجدها. لما تكون بتطلع في الروح اوعى تقرب منها ولا تمسك ايدها، فاهم؟ طيب هاتي ايدك. ايدك التاني. جميل. يعني صدقتيني؟ تخسى عليك يا جميل، خليك معايا على الخط. اهي. ايه الحكايه يا سعاد؟ لا 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 ما حصلش حاجه. كملي يا نسا. تكمل ايه؟ هي زودتها معاك خالص يا بروف. لا 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 ابدا، لا لا ما حصلش، لا ابدا. ده كانت بتقول، انت كنت بتقولي ايه؟ يا صايع يا ضايع يا جعر. قايل انا جعر اهو. قولي لها كمان شويه شتايم. قولي لها يا خايبه يا نايبه يا حبل المعديه يا ابره مصبيه. اخرس يا قلة الادب. انا قلة الادب يا مقشفه يا معصعصه يا خطفت الرجاله؟ لا انا عايز شتايم مش ضرب. كفايه يا سعاد. انت بتسلطها عليا يا بروفيسور. انا اللي طلبت منها تسمعني حاجه من الشتام البلد. معقول؟ بقالي 20 سنه في امريكا ما سمعتش حاجه زي دي. يا سلام لو نسجل الشتايم دي على شرايط نكسب دهب. يعني حضرتك عايز تسمع في الكلور؟ تمام. اسمع في الكلور واكل فول وبصل و اذا كان كده ممكن حضرتك كمان تتفرج على راس بلدي في النايت كلاب. يا ريت. خلاص انا هقول لعدنان بيعزم حضرتك ونسهر سوا. تسهروا سوا؟ ليه لا، وانت كمان تيجي معانا. تيجي معانا تعمل ايه يا بروفيسور؟ ده اقل واجب، ما انت كمان اهنتيه. خلاص اللي تشوفه. فهمتي بقى ايه الحكايه يا ام مخ زينف؟ ايه ده ايه ده؟ لا لا ما تزعليش، ما هو برضه ده فولكلور، بس زينخ دي فولكلور قديم. صحة البروفيسور. هو انا
طلبها سعاد. انا ما بعرفش ارقص يا اخي. يعني انا اللي بعرف. تعالي تعالي نام على كتفي واعملي زيهم. هتمضي العقد امتى يا عدنان بيه؟ في اي وقت يطلبه البروفيسور. بس لازم تستعجله احسن ينسى ويروح يمضي مع حد تاني. معقول؟ اصل انت عارف العلماء الكبار دايما سرحانين. اذا كان كده العقد هيكون جاهز بكره صعب. لو سمحت يا فندم، الانسه سعاد قاسم دي تبقى اختي وبتشتغل عندكم. هي اتأخرت عن ميعادها، المفروض ترجع لنا الساعة 9. اشتغل فين يا فندم؟ هي يا فندم بتشتغل في الـ بس الحفلة جميلة، بس متقال كان مبوظ الدنيا. لا بصراحة كان حلو. لا حلو بس انت ايه اللي جابك هنا يا فندم انت؟ انا انت قليل الادب، انت مش مكفيك تترازل عليها في البيت، جاي هنا عشان تعطلها وتفسد اخلاقها في الشغل كمان. يا سيد انت غلطان، انت عارف انت بتكلم مين؟ انا البروفيسور جميل. قول له عبد القادر بيه. ليه؟ يقول لي ايه؟ هي الخلقه دي في البلد زيها؟ ايوه في، وانت غلطان صدقني. صدقك؟ اصدقك انت واكدب عينيا؟ يا حضرت ده البروفيسور الامريكي مستر جميل. مستر جميل بنت سعاد. ده جميل صبي الجواهرجي ولا لا؟ ايه سلامه نظرك يا اخويا، ده البروفيسور كان عايش في امريكا ونازل هنا عندنا بقاله يومين. انت كمان هتستغفريني؟ طب حضرتك بروفيسور في ايه بقى؟ في الطاقه الشمسيه. طاقه ايه؟ الطاقه الشمسيه؟ يا جماعه صدقوني ده بيضحك عليكم. طب ايه الفرق بين الشمس والقمر؟ القمر مؤنث والشمس مذكر، صح ولا لا؟ صح. طب الكتم بقى، الكتم بقى لحسن اخليك ما تشوفش الشمس بكره. طب سؤال تاني، طب تقدر تقول لي ايه الفرق بين كسوف الشمس وخسوف القمر؟ لا ما تجاوب. ده سؤال تساله العيل في ابتدائي. تقدر تقول انت ازاي الشمس تبقى بعيده في السماء وتلدعك على قفاك؟ عن اذنك البروفيسور لازم يستريح. بقى حضرته يبقى بروفيسور. وكبسك بالسؤال كده. كده يلا بقى ما تكسفناش، فضحتنا يا اخي فضحتنا. هتعملي ايه؟ روح لم هدومك انت كمان، اخو سعاد كشف جميل وزمان وبلغ البوليس. مستحيل بقى، معقول هتسيبه يبلغ عن جميل؟ دي بتحبه، ممكن انت تبلغ عني؟ لو كنت اقدر كنت عملتها. انا مش عارفه طوعتك على العمليه دي ازاي. مش كفايه بقى لي طفشانه من اهلي 7 سنين ولا اتجوزنا ولا ايه؟ كنت بكون نفسي لحد امتى؟ روح قلبي، الفرصه جات لنا، هنحقق كل احلامنا كلها ساعات وهنمضي العقد.
خليكي بنت جدع. ايه؟ اطلب لك شمبانيا ولا ابلغ اهلك انك في مصر؟ ومعداش على القهوة. سألت عليه في الإسعاف؟ أنا ما وصلش. ما تروح الإسام. إسام؟ أدخل إسم عشان أكسل وأنام جوه. أمال هنعمل إيه بس؟ اسكت يا شيخ. يا ساتر، على فكرة سعاد، سعاد سألت عليه سعاد؟ ضروري عارفة سره. ما أنا خايف أسأل ألاقي يطلع لأخوها وأنت عارف لسانه. سرحان؟ أنا أقطع له لسانه وأشيل له السنان. أنت فاهمة إيه؟ لازم يكون عنده إنسانية. يا سلام؟ أنا سرحان أنا. فندم سعاد عندك؟ وبتسأل ليه؟ عايز اسألها عن جميل، بقاله يومين غايب على البيت. طب ما تروح تسأل عليها مطرح ما كنت في ليمان تورا. ده انت سائل قوي. ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ يا اخ سيد، يا اخ سيد صدقني هي دي الحقيقة. أنا شايفه بعينيا دول وهو بينصب على الخلق وعامل نفسه بروفيسور أمريكاني. ينصب؟ قطعت عرسانك على صدرك؟ ده أنا ابن أخويا أشرف منك واللي جابوك واللي خلفوك. انت مش هتبطل افترا؟ ايه يا اخ سيد، اذا كنت مش مصدقني روحوا الهوليدي ان اسألوا عليه. هتيجي معايا رجلي على رجلك. عارف لو طلع كلامك مش مظبوط يا اخ سيد مش هترجع البيت ده تاني. هاخد فيك تأبيدة. ايه ايه رأيك في العقد؟ الاستاذ المحامي بتاعي غطى كل البنود. حاجة هايلة اوي يا استاذ. تفتكر البروفيسور هيوافق على العقد ده؟ انا قلت لحضرتك البروفيسور ملوش دعوه بالحاجات دي، انا اللي بتولى كل الاتفاقات. اقول له يوافق يوافق، امضي امضي. يبقى البركه فيك. الشيك معاك؟ طبعا. روح يا سوز اطلب البروفيسور يجي يمضي. اشرب بقى حاجه ناخد التوقيع. لحظه واحده بالفضل. خير ان شاء الله. عايزين نمضي العقد واحنا قاعدين في المؤتمر. مؤتمر؟ ايوه المؤتمر الصحفي. انا دعيت 20 صحفي عشان يحضروا توقيع العقد. وعشان ايه الفضيحه دي؟ فضيحه. هو قصده ان الناس هتنق عليك وتحسدك كمان. انا ما اعتقدش في الحاجات دي. ده مشروع جديد ولازم تتعمل له دعايه. مظبوط. لما يقف البروفيسور وسط الصحفيين ويرد على اسئلتهم وكمان هيرد على اسئلتهم وليه لا؟ بالشكل ده هنعمل اسوأ دعايه للاختراع. عشان ايه؟ البروفيسور معروف انه انطوائي، لو اتلم عليه الصحفيين هيضرب لخمه ومش هيعرف يقول جمله مفيده. مش ممكن، البروفيسور صاحب الاختراع واحسن واحد يتكلم عنه. على الاقل هنكسب من المؤتمر صور تتنشر في الجرايد للبروفيسور وهو بيمضي العقد وبيستلم الشيك. يعني حضرتك مصر على المؤتمر ده؟ طبعا، كل المشاريع الكبيره بيحصل فيها كده. يا فندم وانت خايف من ايه يا استاذ؟ حضرتك مين؟ ده المحامي بتاعي، انت نسيت؟ لا مؤاخذة، أصل حكاية المؤتمر ديت. طب أنا هحاول أقنع البروفيسور. أنا إذنكم. المؤتمر في قاعة خوفو بعد نص ساعة. أنت لسه برضه مصممة على الهرب؟ أمال يعني هستنى لما أخش السجن؟ أكيد الغبي ده هينكشف في المؤتمر ويودينا في داهية. بس افهميني يا سوزي. أفهم إيه؟ خلاص خليك أنت. العملية دي كلفتني كتير وأنا قلت لازم أطلع بحاجة. ما كفاية تنفد بجلدك. لا. روح علق منه وصل شنطة المجوهرات. أنت عايز توديني في داهية وخلاص؟ بقول لك إيه؟ أنا طالع على المطار. اسمع الكلام. خد لك دش. دش عشان ايه؟ ده انت هتمضي عقد كبير ولازم تكون طاهر عشان ربنا يبارك لنا فيه. اقلع. ايوه ايوه بس كده هنتاخر. ولا يهمك. وهنتبقى وهنتجوز
بسرعة يا جيني، احنا مستنيينك في قاعة خوف. انتوا مستعجلين كده ليه؟ بقول لحضرتك الشنطة دي فيها براءات الاختراع بتاعت البروفيسور، عايزها عشان المؤتمر الصحفي. بالتوفيق ان شاء الله. متشكرين. وهنتجوز عين عيني. اتفضل اتفضل. ايوه انت موداني على فين؟ هو ايه الناس دي كلها؟ دول الصحفيين اللي هنمضي العقد قدامهم. ويعني لازم نمضي العقد في مولد. طب انت بتعملوا ايه يا جدعان؟ في صوره هتتنشر مع الحديث اللي هنعمله معاك. حديث ايه؟ ومين قال لك ان انا هتكلم معاك؟ مش معقوله يا بروفيسور، كلهم منتظرينك عشان تكلموا مع المشروع. اصل انا ما اقدرش اتكلم لان لو اتكلمت هبوظ اللي. فين عبد القادر؟ وفين سوسي؟ فين السكرتاريه؟ مقدرش اتكلم انا. سعاد الحقيقة يا سعاد. ايه في ايه؟ عايزين نخطب الناس دي. تخطب؟ تخطب تقول ايه؟ انا عارف، انا لو اتكلمت هتكشف. شوفي لي عبد القادر وسوسي بسرعه. اتفضل يا بروفيسور. انا مش هتفضل، هقفل بقي لغايه لما يجي عبد القادر وسوسي. انا اللي هتكلم، هقدمك لغايه ما يجوا. اتفضل. ايوه بس فضل. لازم فضل. عبد القادر. عبد القادر. لا اتفضل انت. لا ده مكانك يا فندم، اتفضل. لا اصل انا احب اقعد صاله. لا يمكن، اتفضل اتفضل. سيداتي انساتي، يسعدني ويشرفني ان اقدم لحضراتكم العالم العبقري جميل محمد احمد. شكرا شكرا. لقد استطاع البروفيسور جميل ان يحقق انتصارا علميا عظيما في مجال التطبيق العملي لاستخدام الطاقه الشمسيه. انت بتبالغ كده يا عدنان بيه، خف شويه لحسن يصدقوك. انظروا كم هو متواضع شان العلماء الكبار. يا عم كفايه الله يعمر بيتك. انني شديد الاعجاب بالبروفيسور جميل. ربنا يستر. عبد القادر خش خش خش. فرج على العالم الامريكاني سليل عائله الاجرام. ما تلم لسانك يا جدعان انت، احنا داخلين على مكان محترم. محترم؟ طب اتفضلي يا محترم خشي. يلا اتفضل خش. لا لا. والان ممكن لحضراتكم توجهوا اي اسئله للبروفيسور جميل. انا مش هتكلم الا لما يجي المساعد بتاعي. يا فندم دي اسئله علميه محدش يفهم فيها غيرك. ايوه ما هي النصيب انها علميه، انما هي لو جواهرجيه كنت قلت الذهب فضه. مفيش. اصل لا مؤاخذه انا من مدب، يعني ممكن تستدرجوني اروح قايل لكم كل اسرار العلم اللي في دماغي، تقوم انتوا تلطشوا الاختراع بتاعي. روح انا بدايه لا امضي العقل ولا اقبض من عدنان بيه. والله دمه خفيف. ده واعي قوي. لا ده حريص. ومع ذلك انا مش هكسفهم لو سالتوني اسئله بعيده عن العلم والطاقه الشمسيه. زي ايه يا فندم؟ يعني مثلا لو سالتوني اتولدت فين اقول لكم في عين شمس. بتستحمى بصابون ايه اقول لكم صابون الشمس. اتخرجت من مدرسه ايه اقول لكم عين شمس الصناعيه. ايه كله شمس شمس؟ طبعا يا طبعا يا ابني تخصص. الله انا اموت في كل حاجه فيها شمس. يعني مثلا احسن فيلم شفته لا تطفئ الشمس، واحسن اغنيه شمس الاصيل ذهبت، واحسن ممثله مثلا لازم شمس البارودي. شمس البارودي عليك نور. البارودي. ممكن سؤال يا فندم؟ مين اللي عايز يسأل سؤال؟ أنا يا فندم. طب ما تقعد مكانك ما تلخبطنيش. ما أنا قاعد مكاني. الله، أنت براسين؟ لا أنا أخوه. استنى يا ابني ما أخلص الأسئلة اللي عندي. الله، يا عبد القادر! يا أستاذ، يا أخويا ما ترد عليا، وإحنا مش قد المهام ولا إيه؟ يا محترمة، مش لما يخلص؟ أيوة يا فندم، تحت أمره. بيقولوا جميل ابن اخويا ساكن عندكم هنا. قصدها البروفيسور الامريكاني. هو حضرتكم عاوزين البروفيسور جميل؟ ايوه يا اخويا يسترك. انتوا مين؟ احنا
احنا الفاموليا بتاعته. عندك مانع ولا ايه؟ لا، على كل حال هو موجود في قاعة خوفو، عنده مؤتمر. مؤامرة؟ مؤامرة بتاعت ايه؟ مؤتمر يا بني ادم، مؤتمر. طبعا مؤتمر نصب واحتيال. والله ما نعتك يا سي جميل. رايحة فين؟ يسترك يا بنتي، وصليني الجميل. جميل ما يقدرش يقابلك دلوقتي، عنده مؤتمر. عارفة عارفة، ما انا عايزة الحقه قبل ما يعمل مؤامرة ويروح في 60 داهية. يا خالتي مش ممكن، فهمتي؟ طب انا هروح انا. قولي يا علي، عبد القادر اسماعيل وجدي موجود هنا عندكم؟ اسمعوا يا هاني. طبعا كده، جميل قالوا انه قاعد هنا مع شيخوخو. جميل، ايه يا ابني المؤامرة اللي انت عاملها دي؟ عمتي، اخت ابويا. سادتي يا نساتي، سادتي، سعدني ان اقدم لكم عمتي، بقالي 20 سنة ما شفتهاش. ما صدقوش يا جماعة، جميل اتنام بس. جميل، جميل، أنا بلغني إنك عامل مؤامرة، على مين كلمني؟ وهذا سيد، سيد خريج عنبر 5 جامعة طرة. عمتي، لا مؤاخذة يا جماعة، عمتي فقدت الذاكرة وهي طفلة. بص عليه، على آخر الزمن هتطلع لي بخرف يا أهو، أهو يا حضرة الظابط. السلام عليكم. أنا عندك. أنت يا جميل محمد أحمد؟ أيوه أنا جميل محمد أحمد. ده اسمك الحقيقي؟ أيوه يا حضرة الظابط، ده ابن أخويا أنا، في حاجة حصل حاجة في حاجة. أنا عمتي هتوديني بداية. انت موظف في محل جوهرجي؟ مظبوط يا فندم. وبتعمل ايه هنا؟ زي ما قلت لك يا حظابط، عامل نفسه بروفيسور امريكاني. يعني انت مش البروفيسور جميل؟ هو قال لكم كده؟ ايوه يا فندم. انا ما قلتش حاجه، ده هم اللي بيدلعونا وقولوا لي يا بروفيسور، زي ما بيدلعوا السمكري وقولوا له يا باشمهندس، والصول يا عسكري. انا ابويا كان تومالكي، كانوا بيقولوا لي يا دكتور. اهو شوف يا فندم، انا طب اتفضل معانا. انا عارف ان انا هروح في ده. انا يا فندم، انا عبد القادر وسوزي هم اللي ودوني في ده يا فندم. يا بني فين عبد القادر؟ فين سوزي؟ سابوا اللوكاندا ومشوا. مشوا؟ راحوا فين؟ من امتى الكلام؟ من دلوقتي، واخدوا الشنطه بتاعتك. الشنطه بتاعتي انا من الامانات؟ ايوه. رحت بداهيه يا جميل، رحت بداهيه. جميل، الشنطه دي فيها مخدرات. اسكت، مخدرات ايه ده؟ شنطه الشغل. حظابط، انا سرقت حظابط، ضاع مستقبلي، مش هتجوز ظابط. الشنطه ضاعت، مش هتجوز. اتفضل معانا. استنى يا حظابط، يا صحافه العالم، يا صحافه مصر. حظابي، حظابي، اكتب يا حظابي، الشنطه بتاعتي اتسرقت. اكتبوا، اكتب، شنطتي اتسرقت. صوتي يا سعاد. طب اهدى بس، اهدى اهدى. لا 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 لا، صوتي، صوتي يا عمتي. جميل؟ لا يا خواجه، مش في البيت ولا حد من اهله هناك. هم راحوا فين؟ سالت الجيران؟ لا حمار، انا لازم اجيبهم من تحت الارض. لا حول الله، البيت في حياتك يا خواجه، اللي بيروح ما بيرجعش. انت بتقول ايه؟ ده معاك بضاعه ب 200 الف جنيه. هو خدهم معاك؟ ايوه. سبحان الله، ده حتى الكفن ملوش جيوب. ملوش ايه انت كمان؟ اقفل المحل. رايحة فين؟ ايه؟ هشوف جميل. انت لسه مخك في سي جميل؟ فين الغدا؟ مفيش غدا. مفيش ازاي؟ انا ما فطرتش. ومش هتتعشى، ومش هطبخ لك خالص. انت اتجننتي؟ امال انا اكل ازاي؟ روح اتجوز يا اخي، وانا كنت خدام عندك. وانا لقيت حد يرضى بيا وقلت لا، مع اني غيرت النضاره. ان شاء الله حتى تغير عينيك. مساء الخير. مساء الخير. ما تعرفيش جيرانكم راحوا فين؟ حضرتك مين؟ انا عزوز، صاحب المحل اللي بيشتغل فيه جميل جاركم. احنا ما نعرفش حد. في الباب. لا مؤاخذة يا بيه، اتفضل. أصل
اصل جميل حصلت له حادثه. ايه والشنطه؟ شنطه المجوهرات. طب اتفضل حضرتك، هعمل لك قهوه وهقول لك على كل حاجه. اتفضل. تقولي له تقولي له ايه؟ عليك العوض يا استاذ، الشنطه بشت راحت. قول تاني. الشنطه بشت راحت. تعرف ان اخويا مات؟ لا، الباقيه في حياتك. في مين؟ في اخويا ولا في الشنطه؟ يا استاذ، انت يا استاذ، يا استاذ فوق يا اخي، اتحركت كوبايه ميه. واحنا مالنا؟ احنا نعرفه؟ احنا مالنا ازاي؟ انت مش بني ادم؟ الراجل هيخلص مننا. مش كفايه اللي عملته جميل؟ انا لا يمكن اقعدك في البيت تاني ابدا. يا استاذ، يا استاذ فوق، يا استاذ فوق، جميل بريء والشنطه هترجع لك. الشنطه، الشنطه راحت. اموت انا احسن. عملتوا ايه؟ لسه يا اختي بيحققوا معايا. والشنطه؟ لقيتوا الشنطه؟ لا لسه عم عزوز. قول تاني. بقول لك لسه ما لقوهاش يا عم عزوز. اخويا والشنطه. لو حكيت مش وقته. اجمد ارجوك اجمد. الله 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 الله. يا عم عزوز انت جاي تيجي في الاسم. عم عزوز، عم عزوز، عم عزوز، ده الاسم مش عمر مكرم. قوم يا كفايه، عمال تخرط من الصبح مش فاهم منك حاجه. يا فندم الحكايه واضحه، انا اسمي جميل محمد احمد. عارف وبتشتغل جواهرجي؟ مظبوط. هايل. وفي عالم امريكاني اسمه جميل محمد احمد برضه. كويس. العالم ده نصب عليا وخد شنطه المجوهرات. امال مين عبد القادر ده؟ ده برضه البروفيسور جميل محمد احمد. يعني انت اللي انتحلت شخصيه البروفيسور ولا عبد القادر اللي عمل كده؟ لا انا. خلاص يبقى انت متهم بانتحال شخصيه غير شخصيتك. لا يا بيه، انا ما انتحلتش شخصيه حد، ده عبد القادر هو اللي انتحل. انت مش اعترفت دلوقتي. انا قصدي البروفيسور هو اللي قال لي اعمل بروفيسور، لكن البروفيسور هو اللي انتحل شخصيه عبد القادر، لكن عبد القادر مش هو البروفيسور. ده شيء يجنن. طب اقول لحضرتك الحكايه من الاول؟ لا ما تقولش حاجه، اطلب لي فنجان قهوه. حاضر. وانا كمان قهوه عريحه لو سمحت. انكتب بس عشان اقدر افهم حضرتك الحكايه. خواجه عزوز ونيس يا فندم. بس اتحلت، هو اللي هيفهمك كل حاجه. انا بقى مين يا خواجه عزوز؟ انت جميل. اهو انا جميل. فين الشنطه يا حبيبي؟ البروفيسور. البروفيسور مين؟ فين الشنطه؟ كلمني انا من فضلك. الشنطه فيها بضاعه ب 200 الف جنيه، فين الشنطه؟ يعني انت بتتهمه بالتبديد؟ تبديد؟ يعني الشنطه راحت؟ لا لا لا، ما حدش قال كده. اوعى حد يقول له كده عشان يغمى عليه. لا لا لا، انا مش هيغمى عليا. اسجنوه، اقتلوه، اشنقوه. الحق الحق وحياتك الحق. انت هتقول الحقيقه ولا لا؟ انت دلوقتي متهم بتهمتين، انتحال شخصيه الغير والتبديد. تبديد. تحب حضرتك تضيف تهمه ثالثه؟ ايه؟ قتلت عزوز. قتلت ايه؟ قتلت الخواجه. انا القاتل. الحقي جميل قتل الظابط. الظابط؟ قتلته عمتي. اخويا، اخويا مات. دي مصيبه. صدقني يا عدنان بيه، جميل مظلوم، ضحيه، وعدوبه مكافاه عشان يمثل دور العالي. عشان المكافاه اشتغل مزور، نصاب، محتال. معلش سامح، كان محتاج لفلوس عشان يتجوز. حضرتك عارف العيشه اليومين دول، مين يقدر يفتح بيت بماهيته الصغيره؟ انت عايزه مني ايه؟ حرام عليك، ده لو نيجي من تهمه انتحال شخصيه البروفيسور مش هينجى من تهمه تبديد المجوهرات. يستاهل. اسمته كده، قلبه طيب. هو اللي قلبه طيب اليومين دول يروح فتيس؟ محدش يقف جنبه؟ ربنا قادر ينجيه.
البروفيسور جميل رد علينا يا فندم. يا أنسة من فضلك دي برقية من أمريكا بعتها البروفيسور جميل الحي، بيقول فيها إنه هيوصل مصر بكرة الصبح. الحمد لله، جميل كان مظلوم، كان ضحية عبد القادر النصاب. حضرتك قول البوليس كده هيفرجوا عنه. الحكاية مش بالبساطة دي، أنا جاتني فكرة تساعد البوليس في القبض على عبد القادر وشركته. احجزي جناح للبروفيسور في الهوليداي إن. حاضر يا فندم. معاك حق، التريكس ده بيؤكد ان عبد القادر وشريكته سوزي نصابين، وللاسف النوعيه دي بتسيء الى حركه الانفتاح الاقتصادي وبيروح ضحيتها ناس كتير. الحمد لله انت نجيت منهم، لكن جميل هو اللي وقع فيهم. اطمني يا انسة، ان شاء الله شنطه المجوهرات هترجع. بس حضرتك وعدت انك تتعاون معانا. انا تحت امرك. احنا هننشر خبر في الجرنان يقول انك وقعت العقد ودفعت الفلوس للبروفيسور جميل. قصد حضرتك جميل خطيبي؟ مظبوط. يقوم عبد القادر يفتكر ان جميل ما اتكشفش في المؤتمر الصحفي ويجري وراه عشان ياخد الشيء. هو ده. طيب يا فندم لو سمحت ممكن اشوف جميل؟ انا هقول له كل حاجه بنفسي. معقول جميل الغبي قدر يخدع عدنان وبتوع الصحافة؟ الناس بتاخد بالمظاهر وعدنان عايز يخلص الصفقة والسلام. يلا بينا على اللوكاندا نلحقه قبل ما يصرف الشيك. أنا خايفة يكون ورا الخبر ده حاجة. ما كفاية عليك شنطة المجوهرات. ومين قالك بقى إن أنا هرجع له الشنطة؟ زيادة الخير خيرين. كارسون يا عبد القادر. ايوه فين؟ مع السلامة. تاكسي خواجة؟ أنا مش خواجة، أنا مصري من القلعة. تعرف الهوليدي بيراميدز؟ أيوة أعرفه. خدني على هناك بس من غير لف ولا دوران، أنا عارفكم. حاضر يا بيه. أنت هتقعد في الجناح اللي كنت نازل فيه، هيجي لك عبد القادر، هتبلغنا هنقبض عليه. أنا بس أشوفه بس، ولا أقبض على زمارة غياب. لا، اتقل. أنت لازم تعامله بكل ذوق عشان تسترد الشنطة بتاعتك. وتفضل ادي شيك ب 400,000 جنيه تسلمه له عشان يطمن لك. افرض لطت الشيك ده وهرب. ولما انت واعي كده سبته ليه يضحك عليك؟ ما ضحك عليك انت كمان. لا، المره دي انا عامل حسابي. موقف صرف الشيك في البنك. اطلع بقى استناه. هات ربنا يستر. البروفيسور جميل على وشك الوصول. طيارته نزلت المطار من ساعه. يشرف في اي وقت. احنا حجزنا له جناح 502. أنا مش عاوز يشعر بأي حاجة عشان خطتنا تنجح. جود مورنينج. جود مورنينج. من فضلك في حجز باسم البروفيسور جميل محمد أحمد؟ أيوة يا فندم، جناح 502. حلوة أوي الطقطوقة دي، تساوي لها جنيه ونص. يا سلام عليك يا أخي، إحنا في إيه ولا في إيه؟ مش تشوف الأول جميل قلقان ليه؟ مالك يا جميل؟ قلقان ليه بس؟ لا ابدا، بس انا خايف الجدع ده ما يجيش تروح الشنطه اروح انا بداهيه. جميل، هي الشنطه دي فيها ايه؟ يكون فيها مالك يا اخي؟ ثم انت قاعد هنا ليه؟ قاعد بساليك ويمكن تحتاج لي. هو سؤال، الشنطه دي فيها الهب؟ مش انا في قهوه عيب، عيب يا سيد. يا ساتر عليك. جميل اهدى بس، تعال تعال يا حبيبي، اقعد اقعد. هات ايدك، هات ايدك التاني. الله، حلوه قوي الفاصه دي، تساوي لها كام؟ شيل ايدك ما توديناش في داهيه. سيبك منه، خليك معايا على الخط. ما تحاوليش، الخط اتقطع.
تفتكر اخوكي هيوافق على الجواز لو اتسجنت؟ وبعدين معاك ما بلاش بقى الافكار الوحشه دي، انا حستناك العمر كله حتى لو خدت مؤبد. الله، ايه الستاير دي؟ ايه الستاره دي؟ دي غاليه قوي، الواحد ياخد منها توب يعمل بيه فستان. انا مش عارف اتكلم والجدع ده هنا. ما تقعد يا سيد ولا اخرج بره. ما تتحشموا انتوا، احترموا الجود يا اكل كده. طب انا خارج. عجبك كده؟ هي خرجت، انا ما صدقت اتلميت عليها لوحدنا. اتفضل بقى وريني عرض كتافك. عرض كتافي؟ اتفضل اهو. عرض كتافك؟ كتافك بره. اه بره، انا بحسب العرض نفسه. شكرا. نصاب ده زميل. هو فين؟ هنا. روح انت سعيد، يمكن يتبادل عليك. خليني انا معاك. كمان ايه؟ الحمد لله على السلامة. انت رحت فين؟ اهلا وسهلا، هاو ار يو؟ مبروك عليك، الشغلة خلصت. وات؟ شغلة ايه؟ هو؟ ايه؟ احنا هنحمرق. هنحمرق. هنحمرق وطاط البصلة وهنكب. من زمان، من كتير ما سمعتش الكلام ده، فولكلور. اتفضل. استلم الشيك ده وخلصنا. شيك ايه؟ شيك هاند. اوكي، شيك هاند. نعم. نعم، حصل. الحقيقة أنا مش فاهم حاجة. الواد ده بيستعبط. عبط ايه بس اللي بتتكلم عنه؟ استنى يا سيد، هتستلم الشيك ولا لا يا عبد القادر؟ عبد القادر مين؟ شور انتوا غلطانين. انا جميل. ما انا عارف انك جميل، بس عبد القادر دي لعبه متفقين عليه. لعبه ايه؟ انا ما لعبتش معاكم في حاجه. الجدع ده لبط. سيبنا اتفاهم معاه. انا خايفه يا عبد القادر. خايفه من ايه؟ ما احنا دخلنا ما حدش عرفنا. ثواني وهستلم الشيك. اكيد انتوا عصابه، انا هطلب السكيورتي. فين التليفون؟ اقعد. خلي بالك منه يا سيد، هنده رجال الامن. يو ماست بي اور نوت، يو ار كريزي. ان شاء الله ترتو الهندي مش هسيبك. لا انا في الحلقه دي هستعمل القوه. طب استعمل. نو 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 نو. ها عملت ايه؟ هطلب له البوليس، سيد ماسكو. حلو قوي. ده البروفيسور جميل. وصل امتى؟ احنا هننكشف. يلا بينا. اقول لسيادتك انت غلطان، اللي في الجناح 592 البروفيسور جميل الحقيقي مش عبد القادر. ايه؟ معلش نعتذر، ده انا لبخت له كتير قوي. سيد اللي عندك البروفيسور جميل الاصلي مش عبد القادر. انا اسف، اسف جدا يا بروفيسور. اراقب انا عبد القادر، زمانه جاي. افتكرناك عبد القادر النصاب. اتفضل يا فندم، اتفضل. استريح يا فندم، خد نفسك. هي ايه الحكايه؟ انت ما عندكش فكره ولا ايه؟ مش عبد القادر نصب علينا وعمل نفسه بروفيسير، لكن بقى الحكايه انكشفت. انكشفت ازاي؟ علق شنطه المجوهرات بتاعتي قبل المؤتمر الصحفي.
لكن البوليس نشر خبر بيقول ان عدنان بيتفق معايا واعطاني الشيك ب 400,000 جنيه، وطبعا عبد القادر هيقع في المطب ويجي يستلم الشيك. كده كده واندرفول. فول فول وطعميه مظبوط موجود يا فندم. لا يمكن يفلت المره دي، البوليس مترشق في كل حته. ربنا يوفقكم. عن اذنك رايح فين يا فندم؟ عندي ميعاد في السفاره الامريكيه. ولو شفت الولد عبد القادر ده اعدمه العافيه، قطعه حته. اطمن يا بروفيسير، انا مش عايز توصيل. معاك سلامة. اكرر اسف يا بروفيسير، طلعت مغفل معلش. نيفر مايند. ثانك يو. البروفيسير الامريكاني جميل وصل بقاله ساعه. اهلا يا بروفيسير، الحمد لله بالسلامه. انا عدنان فخر الدين. والله اهلا وسهلا. احنا كتبنا لبعض جوابات كتير لكن ما تقابلناش. دي فرصه سعيده جدا. عن اذنكم. رايح فين؟ انا عايز اخلص معاك الاتفاق دلوقتي. هنا؟ معقوله مش نروح المكتب احسن؟ المحامي موجود والعقد معايا. اتفضل. ايوه ارجوك ما تضيعش الفرصه، انا مش ناقص لخبطه بينك وبين عبد القادر. اتفضل. هلب مين بليز؟ هلب مين؟ اقعد واحترم نفسك، احترم نفسك. تأخروا كده ليه؟ رايح فين؟ كنت ماشي. قلت لك اقعد ولا ما قلت لكش؟ قلت لي. خد. اتفضل امضي العقد. ايه ده؟ بكام؟ ب 400,000 زي ما اتفقنا. اتفقت مع عبد القادر النصاب. انا عبد القادر؟ انا النصاب؟ العفو يا بروفيسور. خلاص اعمل العقد ده بمليون جنيه. مستحيل. خلاص انا هبيع العقد ده للحكومه. الحكومة هتضيع وقتك، هتعمل 100 لجنة عشان تفحص المشروع، إنما أنا جاهز، مستعد أمضي معاك وأدفع دلوقتي. ما هو كمان مش معقول أبيع مشروع زي ده ب 400,000. خلاص بقى يا بروفيسير، تتعوض في الاختراع التاني. هنعمل العقد ب 500,000، كويس؟ 500,000؟ برافو، حلو، يعني كام صفر دول؟ وما تنساش الغلبان ده، ادفع له حاجة تعويض عن المجوهرات اللي ضاعت منه. لا 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 لا، اذا كان كده يبقى المبلغ صغير، مش كفايه 500,000 يا عدنان بيه. 600,000 ده اخر كلام. اوكي. لا لا لا، انت قلت مليون، اتمسك بكلمتك. البروفيسور بيتمسك بمليون جنيه يا عدنان بيه. البروفيسور وافي على 600,000. لا ما وافقش. لا خلاص انا وافقت. يا بروفيسور هيفتكروك نصاب زي عبد القادر. وانت مالك يا اخي؟ انا صاحب الاختراع، ان شاء الله ابيعه ببلاش حتى. اقعد كده. اتفضل انت يا بروفيسور، اقلع البلطو خد راحتك. لا طول ما انا لابس البلطو انا مطمن، قصدي مطمن على صحتي. اتفضل يا شيخ. ممكن تدولي كاش دلوقتي؟ مش معقول. اوكي انا هتصرف. سلمت واشهد لك انك بتلعب وصيه هايل، لازم تروح امريكا يتفرجوا عليك تكسب دهب. صحيح. اوف كورس. خد كمان شيكليس امريكاني. شيكليس. سوزي سوزي يو دونت نو مي سوزي. اقف عندك يا نصاب يا حرام. روح يمكن ده البوليس. هوا وات از ذا ماتر؟ وات از جوينج اون؟ ار يو اوت اوف يور مايند؟ اسمع، تلبس بلطو تقلع برقوس مش ممكن هتفلت من ايدي ابدا. قدامي قدامي. ايه
something is wrong. Please, مستر أدنان. أدنان؟ يا أوفا من غير ودان، أنا فاهمك يا نصاب. أنت مش فاهم حاجة خالص. You are dumb. أنا دم؟ أنت اللي ما عندكش دم. أرتر. مين ده؟ أنا ماليش إخوات. ثبت الحال يا رب. اسمع، تقسم نفسك نصين، تقسم نفسك ثلاثة، برضو مش سايبك. استنى يا سعيد، دول اتنين فعلا بس واحد منهم نصاب. نوت مي، مش انا. خدوه شركة ب 502. صدقوني انا البروفيسور. نو نو، انت عشان بتناولوا بالانجليزي هيصدقوك. خلصونا بقى، أنا عاوز دليل واضح. مين فيكم البروفيسور؟ أيام، أنا البروفيسور. نو، والدليل أهو. حضرتك مش كتبت معايا عقد دلوقتي واديتني شيك؟ اتفضل. اقبض على الراجل النصاب ده يا حضرة الظابط. نو، سوزي، بليز، قولي لهم هو أيام. اديتني في داهية يا عبد القادر، كان كفاية عليك شنطة المجوهرات. ايه ده؟ ده مركب وش؟ ابو وشين. عبد القادر المساعد بتاعي؟ ده زي اللي بركبه طعم تمام. ده انت كنت هتحوي العناية بوشك ده، لكن انا هقسمك نصين وديني. ها، خدت الشنطه منه؟ ايوه اهي. مش ناقص منها اي حاجه؟ لا لا، كله تمام. احنا بنلعب. شوف كده. ايه ده؟ ايه؟ زلط. زلط؟ وديتها فين يا حرام؟ هرجعهم. هرجعها. سيبه سيبه، انا عارفه مطرحهم. ايه بسيطه، تقديرا لامانتك. وده شيك ب 5000 جنيه تقديرا لشجاعتك. كده من اولها انت واخداني على طمع بقى.